موضوع ملف العشوائيات ده انا يعني ليا فيه شويه. احنا عايزين نقول في البدايه كمقدمه ان كلمه عشوائيات ديت لازم يبقى فيها حاله تصنيف. لانها مش على اطلاقه كلها شكل بعضها. احنا عندنا العشوائيات بتقسم لدرجات. في درجات اللي هي الدرجه الاولى دي كل ما هو يحمل خطوره داهمه، المناطق الاكثر خطوره، الاكثر خطوره وخطوره داهمه على من يقطن هذه الاماكن. انا عايز اقول لحضرتك في مجمل القوم احنا ما عندناش المناطق دي في الاسماعيليه. الاكثر خطوره لا توجد هنا في الاسماعيليه. الاكثر خطوره دي مش موجوده عندنا في الاسماعيليه. وبالتالي احنا عندنا الدرجات الاخرى من التصنيف داخل الاسماعيليه. من اول انا ما جيت انا كنت شغال في موضوع ملف العشوائيات ده وانا موجود في القاهره ونائب محافظ القاهره، وكان موضوع محطوط في يعني في بؤره اهتمامي. فلما جيت هنا حطيت الملف ده من الاول، ومع اعلان سياده الرئيس ان لازم يبقى في نظره بشكل مركز على موضوع العشوائيات داخل المحافظات. بدانا نشتغل على الاماكن اللي هو مكتوبه رسميا في السجلات انها مناطق عشوائيه داخل المحافظه. كان في حدود 20 منطقه. هي كانت مناطق اقرب لتكون للمناطق الغير مخططه والمنتقصه الخدمات. فاحنا اشتغلنا على مدار الفتره اللي فاتت ديت بشكل مركز في عمليه اضافه مزيد من الخدمات لبعض المناطق. زي ايه يا فندم المناطق؟ زي مثلا منطقه الكيلو 2، ودي يمكن المنطقه الاكبر والاضخم موجوده. انا عملت اكتر من خطوه في اتجاه. اولا انا حولتها الى وحده محليه عشان يبقى لها مسؤولين موجودين، ما يبقاش منطقة بلا هوية مركزية نوعا ما. بقت لها وحدة محلية، وحتى غيرنا الاسم وخليناه الحجاز. هم كانوا يعني الاسم ده بيتردد من فترة، واحنا حققنا الحلم ده بالنسبة بتغيير هذا الاسم. فبقت الوحدة المحلية لقرية الحجاز هي دلوقتي اللي المسمى القديم الجديد بتاع منطقة الكيلو 2. حاليا بندخل الصرف الصحي، بنكمل خدمه مياه الشرب، بنرصف شوارع، هنكمل الاناره العامه، دخلناها في المخطط الحضري لمدينه الاسماعيليه. وبالتالي المنطقه ديت ان شاء الله خلال فتره بسيطه تعلن انها مش منطقه عشوائيه ولكن منطقه جاري التطوير فيها. على هذا المثال هناك العديد من المناطق داخل المراكز والمدن بدأنا نشتغل فيها. باقي بعض حوالي 3-4 مناطق بنتعاون بشكل كامل مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، ومع السيد الفاضل المحترم المدير التنفيذي المهندس خالد بيشغل معانا بشكل مركز في هذا الملف، ومدينا دعم كبير قوي وتعضيد قوي. ان شاء الله بهذا الدعم وبهذا التعضيد في الشغل في المناطق المتبقيه اللي هي لا تزيد عن 4-5 مناطق، بهذا الدعم ان شاء الله احنا عندنا امل ان على منتصف 2017 هيبقاش عندنا ما يسمى بملف العشوائيات. هذا لا يعني ان احنا هننهي قصه تطوير المناطق الاكثر احتياجا، لا، احنا الملف ده مفتوح ومستمر معانا، بس عشان نرفع من على كاهل الوطن ما يسمى بكلمة عشوائيات الإسماعيلية على منتصف 2017 هتنتهي من هذه القضية. وتستمر في قضية تطوير الخدمات وتطوير الأداء داخل كل المناطق والقرى اللي محتاجة مننا دعم وتطوير بشكل طبيعي ودون أن يكون المسمى مناطق عشوائية. هي مكافحة العشوائيات بالطبع واحدة من المشاريع المحلية اللي حضرتك بالطبع مركز عليها في مركز عليها، وإن شاء الله هنجيب فيها نتيجة كويسة إن شاء الله. ومدخلين معانا بقى ملف بالمناسبة اللي هو تطوير الأسواق. احنا ده كان بالفعل سؤالي القادم عن تطوير الاسواق وعن برضو بعض المشروعات الاخرى. يعني في انا نعلم انه في تطوير لمداخل ومخارج مدينه الاسماعيليه بشكل عام. صحيح. نعلم انه هناك برضو في بعض مشروعات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي. يعني خلينا برضو بشكل عام نتكلم عن المشروعات المحليه هنا في الاسماعيليه. هو بالنسبه لموضوع تطوير الاسواق انا حبيت اضيفه للموضوع ده لان هو برضو بيتعاون معانا فيه صندوق تطوير العشوائيات على نفس التركيز اللي بيتعمل معانا في العشوائيات. لانه هو جزء في يعني جزء من رؤيه شامله. احنا شغالين دلوقتي بشكل مركز في منطقتين، منطقه بنعمل ما يسمى بسوق الجمعه النموذجي
وده يعني العمل فيه شغال وخلصنا المرحلة الأولى وبادئين في المرحلة الثانية. الغرض منه ان احنا بنعمل سوق ضخم ونموذجي داخل مدينة الإسماعيلية. هذا السوق ان شاء الله هيجمع هيبقى جواه كل من هم بقى عجائلين في منطقه وسط المدينه اللي هم عاملين مشكله واشكاليه كبيره داخل شوارع المدينه، ان شاء الله بنوجد لهم الاماكن بتاعتهم بشكل لائق وبشكل رائع، كمان في المنطقه اللي هم بيفضلوها، يعني ما بناخدهمش ونطلعهم مش هتبعدهم بعيد، لا في نفس المنطقه اللي هم كانوا بيمارسوا فيها نشاطهم، بس احنا حاطينهم في مكان حضري مصروف عليه كويس قوي، الدوله بتصرف عليه بشكل جيد، وبالتالي ان شاء الله بعد ما ننهي هذا هنبدا نفرغ شوارعنا من بعد، يعني فده جزء من التطوير. ده سوق، ده بنتكلم عن سوق الجمعه، على سوق الجمعه.